يا مرحبا فيكم بالحب نهديكم ورد البساتي ورد البساتي محلاها لمتنا في يوم جمعتنا لو شفتي متعتنا والكل مبسوطين والكل مبسوطين صنم الخير كيف الحال؟ وش حالكم يا الربع؟ ما شاء الله ما شاء الله كل ما يعني صلي بيكم عايض اعرف انه اليوم منتهي. سلام الله الله كيف الحال؟ شلونكم؟ سلام الله حي مساكم بخير يلا حي يا الكرام كيفك؟ والله لسه قاعد تقلدني؟ والله كيف الحال؟ شلونكم؟ مساكم طيبين؟ شو الاخبار؟ قلم تبغى؟ لا والله عبد الله جاك لا والله جاك والله ميت صدقني جاك الله يحييك شلونك؟ شيخ طيب شو الحال؟ كيف حالك؟ شيخ طيب مساكم بخير شلونك؟ شلونك؟ شيخ طيب هلا والله الله يمسيك بالخير شيخ طيب الله يحييك يا مرحبا يا مرحبا هلا براعي الجديد شلونك؟ يبا والله لا هذا مو جديد والله انا جديد هلا اليوم واليوم ايه الله يا سلطان جاي من حايل عندكم كيف حالك شباب استريحوا استريحوا والله يا عبد الله انا عندي لا تحلف يا عيال عندي والله حي ابو حرجت عباس مرحبا حسين ازيك صحة والامور تمام والله ان شاء الله كويس يا الله يعديك يا ابو حسين كيف الامور انا وشيء معذره منكم انا كالعاده ابدا 1:30 بس اليوم تاخرت والله معذور ولتاخري قصه يا شباب ساذكرها بعد قليل ان شاء الله هذه قصة لازم أبشر 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 يا أستاذ يا حبيبي الله يسلمك بعد إذنك يا أستاذ طيب. أنت تيجي هنا طيب. وأنا اللي يجي هنا لا تعال محمد الله عليك لا ده مش كلامي أقسم بالله ده كلام المخرج محمود أستاذ إبراهيم ده مش كلام سريع محمود الله يسلمك سلم حبيبي. على محمود سلم عليك يا أستاذ محمود والعايد يسلم عليك سلم كثير الأستاذ عايد بسلم عليك يا أستاذ محمود عاوز جدا أقول لك حبيبي أنت الدنيا كلها حبايبك ما شاء الله الله يسلمك حيا الله الشباب الله يسلمك ما اشوفكم شقرتوا على هشاب ابدا ها ها شنو ها ما مريتوا هشاب ابدا كيف افا افا يا شباب ليش الحين معطيني قروره جاك انا معطيك شنو قروره من هشاب ما شاف نعم ونعم نعم يستاهل النعم والله انا يمكن خذيت 13 قروره ويجوز هذا الوقت ترى ما يجوز يا عيب ها ما يجوز والله كذا على مدار ال على برنامج مدار حلو حلو الشباب كيف حالكم؟ الله يسلمك شلونكم طيبين؟ خير وبصحة كم باقي اسبوع؟ والله ما عاد باقي الا اسبوع واحد او اسبوعين اسبوعين بس لو اكبر الايام اليوم الهاشتاج مميز اها كم؟ 70 الله والبرايم مميز بعد 70 برايم 70 برايم 70 كل حب نستودع الله عايض الفارق في البرايم انا ذا يا ابو قول والله والله في البرايم اول برايم ليك اول برايم لا مستحيل تطلع شوف سبحان الله يقول لك احيانا تمرق من دي وتمرق من دي لا ثاني برايم ده اذا وقعت تجريبي اسمع اذا وقعت تقع وقعه قويه فالله يستر يا عيال الله يستر والله ما نعلم يا ابو عباس ان كانك طلعت فحياك الله على العشاء على طول في الليل الله يطول عمرك بالليل والله انك واقف يا ابو عباس تطلع الساعه كم انت ما يمدي ما يمدي ما يمدي, يمدي تلحق العشاء فطور على الرين فطور حق الفطور احلى حاجه فطور لانه معصوب لا فطور لا داير شيء لا طريق الرين طريق الرين يا محمد اوه طريق على الطول لا عطى عليك لا مستحيل عطى البيكه والله والله لا لا ما ويكه ما ويكه الله يدير كسره عايز اذا طلعت فانا عازمك فطور بكره الله يرحم والديك ابو فطور الصباح لا اول عرض هذا انا داير شيء اول عرض داير شيء وداير ايش داير شنو؟ داير ويكا اها داير شيء وداير الحلو مر الابريه لا مو انت مو اسمه كذا حلو مر لا لا ليش ليش؟ قاعد تتعب شديد انت في الحلو مر ايوه حلو مر يا حلو مر الحلو مر الحلو مر الحلو مر من اشهر المشروبات عندنا في السودان الحلو مر وفي رمضان بالتحديد طبعا طبعا هو مشروب رمضاني وداير عرديه يبدا التجهيز له من قبل رمضان بشهرين الله والله تصدقوا انه علمهم مكونات صدقوا علمهم مكونات تدري شو المكونات يا ضيق والله يا عاد انا اشك انه مرضعتك واحده ثانيه تفضل يا شيخ كزبره ايوه كمون عصيد فلفل بهارات جميع البهارات والله هو صادق ترى ملح كاري بهارات الكبسه جبها عباره عن شنو عارفين انت في النهايه كل هذول يجمعوها اول مرحله يسووها عباره عن خبزه اول عباره عن خبزه شفت يحطوها ويخبزوها بعدين في الصاج بعدين لما تطلع ينشفوها
يخلوها لحد ما تنشف. ايوه يخلوها لحد ما تنشف بعدين يكسروها كذا. شفت زي القرص بتاعكم ذاك يصير ناشف كذا يكون مربعات بس. بعدين ايش يسووه؟ يخطوها في المويه طريقه طبخه الحلمر او طريقه شربه يكون مركز كذا فيحطوه في المويه يصير مركز جدا زي التوت. مش التوت الان تكب تكب فنجان يكفي جك كامل صح. نفس الفكره فانت يكون مركز بعدين تيجي تصب منه شويه في الجك بعدين تصب عليه مويه بس يستهلك سكر ما طبيعي. ليش؟ لانه مر. فعشان يصير حلو سكر 3 طن سكر 3 طن سكر زي وزي الكركديه على فكره. شفت الكركديه؟ الحين نشرب برضو احنا نشرب الكركديه نفس الفكره نجيبه يكون ناشف صح. بس الكركديه طبيعي ما فيه اي شيء مزروع يعني حاجه طبيعيه مزروعه فنجيبه نبتة. نحطه في مويه او نحط عليه مويه نخلي المويه تتشرب فنصب شويه نصب عليها مويه نخط السكر نفس الفكره يعني وتجي. طيب فوائد الحلمر. فوائد الحلمر انه يضبط الدماغ ما اتوقع ما ادري في شيء ما ادري بس اذا ما شربته احنا طبعا عندنا له اسم ثاني اللي هو ابره. الابره اقسم بالله خطير يا جماعه. عرفت ما قلت لكم عايض سوداني. اسمع حط معه ثلج ولا اشربه بارد وخذ لك 3 ايام بنادول. لا والله لا والله ما في صحيح. انا عني انا والله يمكن خذيت 6 ايام. 6 ايام صداع شارب شنو انت؟ وكنت في رمضان. لا دري على ايش انت عارف؟ راسك خفيف. ها؟ راسك خفيف. راسي خفيف؟ هو كله خفيف. راسك ما تقيل والله. كله خفيف. الراسي ما تقيل ها؟ انا بجيب لك عرض. انت الان عارف صرت مشهور. زين؟ فما انك بقيت مشهور انا داير اعمل لك عرض. اجيب لك عرض يعني من مستشفى معروف في البلد يسوي لك قص معدة. ايش رايك؟ لا يبي تبي ايش يبي له؟ ما هو قص معدة يبي له شيل معدة كامل. شيل المعدة. لا والله البلا ما في معدته ترى عين. البلا في راسه فيبغى له يفتح دماغه كذا تكميم في الدماغ تكميم يبغى له ما ادري هذاني ما عاد نشوفه شفت ما عاد اشوف والله تقص بس والله لو تقص معده اقسم بالله العظيم تطلع اياك تفكر في كذا اي ليه تدري ليش فرق بين اول ما دخلنا والحين والله نزل مره ترى لا 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 عبود بالعكس انت فخزود وحتى هو ما ياكل يزود ما ادري تحدى الا شوف مستحيل زول ما ياكل يزيد بالله لا ما هنا ما شاء الله والله واضح انكم تاخذوا راحتكم في الكلام بس معي لما يبعد الهواء عايز موريكم يا حجي ها شوف 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 كيف ماسك لا انا ابغى اقوم انت بتقوم كذا بصلي ركعتي كل العيال زادوا ولا طيب صلوا على النبي يا جماعه اللهم صل انا يا سلطان يا اخي لا انت ابغى لي كوب يا جماعه ابغى لي كوب كوب قزاز دي كوب كوب ابشر مسعودك يا عشان شاب ابغى لك كوب قزاز مع ملعقه قزاز ايوه والله قزاز اي في 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 مو قزاز بس انه شفاف شفاف ايوه الله انك عسل حبيبي اضبطك ما عليك يا جماعه اليوم انا تاخرت لسبب ايه بذكر خير ان شاء الله بذكر لكم السبب لا خير ان شاء الله اسلم بذكر لكم القصه واتمنى تشوفوا هل تصرفي هذا صحيح ولا لا انا فقدت الغالي كالعاده انا كالعاده اصلي الجمعه جنب البيت واتحرك احيانا اصلي حتى في الطريق يعني احرك قبل الاذان كذا بعشر دقائق ربع ساعه امشي اول ما ياذن اوقف اصلي الجمعه واجي اوصل هنا على واحده وعشرة واحده ونص نبدا حلوين حلوين اليوم نمت صحيت يمكن 12 الا ربع كذا فقمت على السريع اخذت لي دوش سريع وطلعت يوم اطلع ولا امي في الصاله انا وامي وابوي معي اللي مدي الله يطول بعمرهم خليهم يطول بعمرهم ويخلي لكم والدينكم ان شاء الله طواليكم طول عمر ويرحم المتوفين منهم المهم الله. امي في الصاله قالت لي انت لسه ما مشيت الصلاه وقتها اول ما طلعت كذا وقتها قاعد ياذن الامام خاشي السلام عليكم وقتها على طول انا لبستها بسرعه وطلعت وجيت طالع يوم جيت اطلع امر امي في غرفتها سلم عليها اقول لها يا امي انا ماشي الله اقسم بالله انك كذا بس يا اخي والله انك عسل حبيبي ابغى ملعقه بس ايوه امون عليك تمون على الرقبه مو سالي سم يا حبيبي يلا والله بنروح ابغى معاك جيب معاك واحد كرتون من جوا هذا وش؟ من هشام واللي فوق طيب اي فوق فيه؟ فوق ما في فاضي بلا سلطان المخرج يقول لك اقعد عشان نحكي القصه انت قلت لي مالكم بالطويله يا شباب سلام يوم اجي اسلم على امي عشان طالع خلاص مع الصلاه امشي واللي هي مقفل الباب يوم ما انا طالع ماشي الصلاه ولا ما في هي ايش؟ ترى معصبه مطرطعه زعلانه انا داري انها زعلانه
السبب في زعلها شنو؟ صلاة الجمعة. لا مو صلاة الجمعة، قالت لي أنت اللي تساوي شهادة الجمعة؟ أنت قالت لي عشان الله يا حبيبي لا شكرا. في مو تبغى مويه؟ المويه خلاص بيجيبها سلطان. ادينا مويه معاك. ادينا مويه معاك. المهم يا شباب زعلانه هي. ليش زعلانه؟ لانه اليوم الله يتوب علينا كلنا. اليوم ما قمت صليت الصبح في المسجد. حلوين؟ فهي تاري الزعل من الصباح. فيوم جات لقيتني ما مشيت الجمعه زعلت زياده قفلت الباب. قلت والله راح اصلي الجمعه وصليت الجمعه وجيت بعد الجمعه ادق الباب يا امه. أو شيء ما أعطتني أي ردة فعل. الدقة الثانية قامت سوت كذا. يعني شنو؟ الله يستر عليك. لا يعني قاعد تصلي. إذا قاعد تصلي. قاعد تصلي. قلت حلو تصلي حلوين. وانتظر انتظر انتظر. قلت يوم أنا ما ماشي الغنى. الليلة خليت الغنى. بس قاعد لحد ما تفتح لي الباب. عشان إيش؟ عشان تتحمس. قاعد. وانتظرت انتظرت. وجات جات خالتي قالت. قالت لها يا سارة الفطور جاهز. أمي تروح تفطر تقوم الصباح تشرب الشاي تدور تفطر بعدين. المهم قلت حلو وتفتح الباب لخالتي وأنا أجي وراها. قلت أمي قالت لي ولا كلمة. قلت يا حياتي يا روحي يا عمري يا حياتي يا روحي يا عمري الله غفور رحيم. قالت لي أنت الله الله غفور رحيم. أنت قالت لي عنده الدنيا والآخر خليته الصبح ما صليته والان ماشي. قلت لهم لحقت الخطبه ولحقت اي شيء فايده شنو الملائكه قاعده قلت طيب انت حلال الله يحفظك يعطيك العافيه. انا خليت قلت لها خليت الغنى واخذ الثوب وعلق الثوب واجلس عندها. قلت لي مالك امشي على غناتك شوف شغلك وين. قلت لها لا امشي لو صار لي اي حاجه. قلت لها لو حصل اي حاجه في الطريق وموت سنه ما حخش الجنه ذاته. الله قال لو انت ما رضيت انا ما برضى امشي. قالت لي خلاص امشي. قلت لها انت رضيانه؟ قالت لي امشي بس امشي. يعني الله يفهمها. ايوه. قلت لها خالتي جيبي فطوخه نفطر. يا حبيبتي يا حياتي ابوسها هنا وهنا وهنا ويدينها. قالت لي خلاص امشي انا رضيانه امشي رضيانه. الله يرزقك. بس تصلي. قلت لها والله كل يوم قاعد اصلي شنو بس الله يخليها لك ويكسبك بالراحه. ايش اللي مسهرك الى اخر الليل عشان تجي تفوت الصلاة؟ يا أمي يا حياتي يا روحي يا عمري والله أنا آسف أنا مدري إيش وصرت تعرجونا خلاص. بعد شيء قعدت تضحك تضحكت. قالت لي خلاص أنا اليوم أقعد معك أجيب الغداء أكلم ساقية يجونا إلى هنا يجيبوا الغداء هنا عندنا في بيت السلم لوكيشن بلا قناة بلا مدري إيش نتغدى هنا أنا وأنت. قالت لي لا أمشي والغنى والناس منتظرينك. قلت لها ما ماشي ونحن كلنا ضحية زعل الوقت كلكم ضحية لا هم تبع بعض كل الدنيا يا بنت الحلال. قالت لي والله تمشي خلاص أنا رضيت. الله أزي الله عين أنت تستاهل من ضحي لها الله يطيب يا أمين. فالحمد لله رضيناه وجيناك. قول يا الله أن الله يرزق بره الله أكبر ويبيض الله وجهه. قالت لي أنت ما بصحيك. بيض وجهك يا أبو عباس. ما بصحيك للصبح. طيب ما تصحيني أنا زوج كبير كذا تصحيني. قالت لي والله قال أمر أهلك بالصلاة يا أخي. قلت لها أهلك إذا زي كذا والله ما عليك منهم خليهم. كان أبو عباس واحد من الشباب الله يستر عنا عليه. أيوه. قام الساعة 11. حلو اليوم. أي والله. وروح يصلي الضحى يمكن 8 ركعات ما شاء الله تبارك الله عرفت ورجع وقرأ كافي يمكن 3 مرات ورا متتالي ما شاء الله وصلى صلى على النبي يمكن 1000 مرة الله يجزاه بالخير ما شاء الله شكل عنده برايم هذا جزاه الله خير شكل عنده برايم انا شكل اول مره يدخل برايم سولد ايوه كان قرأ الكافي 3 مرات صلى على النبي يمكن 3000 مرة ما شاء الله ورقد ترك الجمع الله يبيض وجهه مثل يوم جيت كان مثل يوم مثل يوم جيت كابو عباس انا هذا اللي اي هذا اللي يعني انت تركت الواجب وشغال بالسنه مثل يوم تركت الفرض وشغال بالسنه مثل يوم عايض انا واحد ايوه مثل يوم جيتك يا ابو عباس ايوه اقوم الساعه من والله يما الحمد لله من فضل الله علي وعليك وعلى المسلمين قومني الله سبحانه وتعالى في السحر قبل هذا الفجر بكب نص ساعه حلو عرفت قلت الحمد لله اشهد التوفيق لا اله الا الله اقوم اتوضا وضوء مال كلاب اصلي الوتر واقرا من كتاب الله ما تيسر ما شاء الله واذكر الله سبحانه وتعالى واستغفر نسال الله الاخلاص ايوه سمعت انا اعلم لك اسلم 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 واذكر واصلي واعبد الله الى يوم بقي 10 دقائق على ذلك
فاتك الفجر. غفوة الصالحين هذه. إيه خذت غفوة الصالحين. والله ما قمت إلا 8 الصبح. لا حول ولا قوة. خليت الفجر. أعوذ بالله. على طاري أعراض البرايم يا أبو عباس، في ترى أعراض نمونية. أيوه. وفي أعراض برايم. أيوه. في رجال الله يغفر لنا وله. اليوم ما شاء الله سنن. ما شاء الله تبارك الله ودعا. جاك الرجال يبغى يصلي الفجر. سكها من غير أي إقامة تلمع فيه. من غير ايش؟ من غير اي قامة وطالع فيني، يعني هذا صح ولا غلط؟ والاسبوع الماضي تسنن بعد العصر. ايه والاسبوع اللي فات يتسنن بعد العصر. بعد العصر. جزاه الله خير. لا بس باذن الله الاعراض هذه دلالات خير. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تدروا ايوه تدروا ايش هذا انت ها؟ الله يجزاك خير. من الاسبوع اللي راح تدروا ايش رايكم اليوم؟ ايش رايكم اليوم بهذه المناسبة السعيدة؟ انا بعطيكم كل الاناشيد عن الام. الله شكرا الله يا ابو عباس الله والله الله 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 يا امها ها عشان تكوني مبسوطه يا ابو عباس ما في زعلان نفرات يا ابو عباس يا ابو عباس هذه التحيه لوالدتك الله يطول في عمرها وجميع امهاتنا ومن يشاهد صف قولوا جميع امهاتنا نعم انا اقول اللي شالت ضيقتي عني وهم بي تعفو عن قلبي ليا من نجحت منه عنده قلبي يشبه قلب أمي لا حد يدور ترى ما في أحد اللي شالت ضيقتي عني وهم بي تعفو عن قلبي ليا من نجحت منه عنده قلبي يشبه قلب أمي لا حد يدور ترى ما في أحد سمي أغلى شي في دنيا يسمي يا حبيبة قلبي يا وجه السعد ما أحاتي أي شيء لا صرت يمي يلي ما قبلك ولا بعدك بعد اللي شالت ضيقتي عني وهمي تعفو عن قلبي ليا من نجحت منه عنده قلبي يشبه قلب أمي لا حد يدور ترى ما في أحد سمي أغلى شي في دنيا يسمي يلي ما قبلك ولا بعدك بعد ما أحاتي أي شي لا صرت يمي يا حبيبة قلبي يا وجه السعد ضم طفلك يا حنان الكون ضمي طفلك ابقى من المهد لين الأحد منه عنده قلبي يشبه قلب أمي لا حد يدور ترى ما في أحد سلام يا أبو عباس ها كده حنكتها؟ الله اكبر كده حنكت امور لسه الله اكبر عليك والله والله اظن انك ما دام فيها انشاد وفيها شيء والله اظن ما رضيت والله الا انا ابشرك والله ما طلعت لين ضحكت لين ضحكت من قلب والله الحمد لله ابشرك الحمد لله الامهات يا جماعه طيبات يعني ماشي عليها من اي والله من اولادها طيبات ابشرك يعني ما ربي يخلينا يا رب صح كده يا جماعه هاي ادعي لها بطولة العمر اللهم امين وطول العمر والديك والوالد والدنا جميعا امين تعرفوا حقت تعرفوا حقت انت الحنان الله انت الامان من تحت قدميك لنا الجنان خبر بكرتك عندما تضحكين تضحك الحياه تزهر الامل في طريقنا نحس بالامان امي 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 نبض قلبي نبع الحنان أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان
الله اكبر عليك. ما نبغى نكملها، ما نبغى نخلصها كلها يا جماعه الان، في اناشيد كثيره. اشوف بعض الشباب يعني ما شاء الله كذا جاتهم فهمت ابغوا ما ادري ايش. ترى يا جماعه الخير والله اللهم لك الحمد، يعني اللهم لك الحمد اننا مسلمين يا جماعه. يا رب والله العظيم نعم. تدروا انه في بلدان البر الكفار دي اللي ما عندهم دين، بعد 18 سنه الوالد الاب او الام يطرد الولد، يقولوا لو سمحت دبر نفسك. هذا رقم واحد. رقم اثنين اصلا فهو بيصير ماله. وعليكم السلام ورحمه الله. ارحبوا يا رجال، يا هلا يا مرحبا، استريحوا يا مرحبا. بس شلونك؟ والله النظاره ما شاء الله تبارك الله، واضح انها هلا والله، واضح انها جاي هديه مع ايس كريم. استريح يا فيصل، تعال فيصل، تعال فيصل، تعال نيه بس عندنا وانا ابوك. واضح انه النظاره يا بندر جاي هديه مع ايس كريم، الله يجزاه خير. ربي رب والله كيف النظاره. الله الله الله. خذوا التمر ده خلوه عندكم، عارفين ليه؟ عشان نعمل عايزين نعمل تجارب. بسم الله يا ابو عباس، انا ابغى موقف مع الوالده. فوكس على لا خلاص زوم. بعدين فيصل نياف، شوف شو لابس. بعدين عادي. والله عارف انك خطير، ملاحظتك قويه صراحه. بعد اذنك يا مخرج عايز اخذ راحتي. المخرج انا ما ادري ايش قاعد يقول. لو انت حملك. طيب يا شباب ايش فيصل يقول لك واحد عندك واحد من خيارين، يا تروح الغرفه تشغل المايك. عندك خيارين من الوقت. ايوه نعم، لابس فردة وفردة. نعم فيصل لابس فردة وفردة، فتقدر انت تجيب الفردة والفردة. حي الله الشباب. في زول عنده موقف كذا حصل، انا عندي مواقف كثيرة ترى مع الوالدة يعني والحاجات زي دي. عندكم بعض المواقف، بعض الاشياء اللي ما تنسونها؟ ها انا صراحة ايش نعد وايش نخلي؟ انا صراحة بقول لكم شيء، يعني بعد الله سبحانه وتعالى كل ما انا فيه من خير بعد الله سبحانه وتعالى هو بسبب والدي. الله الوالد والوالده لولا رضاهم والله يا جماعه الخير انه ما نعمل اي حاجه في الدنيا دي. صح. والله العظيم انهم سبب الخير والرزق والتوفيق وكل شيء في هذه الدنيا. ارحب يا هلا، حي الله. نواف شلونك؟ مساك طيب. مساك بخير، الله يحييك. اقرب يا ابو سيف، استريح. والله يا شباب لما اطلع من البيت تقول لي لازم تجي طالع من البيت يا جماعه، لازم تسلم على امك قبل ما تطلع، امك وابوك. نعم سلم عليهم. اول ما تيجي داخل البيت شنو؟ برضه سلم على امك وابوك. على فكره حتى بعد ما تتزوج وبعد ما تجيب عيال وبعد وبعد وبعد، بالعكس شوف كل ما كبرت كل ما حسيت بانك محتاج لهم اكثر. والله صحيح. والله اي والله انك صادق. فيا جماعه الخير الله بالوالدين، نسال الله عز وجل ان يطول باعمارهم ويرحم المتوفين منهم. الله يطول اعمارهم. ها عندكم حاجه جماعيه؟ والله واجد يا ابو. تقولوا معي؟ يلا هذه مصريه. جر الصوت. أنا أقول كلك حنان، تقولوا يا أما. خلاص كلك حنان يا أما. لا نايمين. كلك حنان يا أما، وأنت الأمان يا أما، وسكة سلام يا أما، وأحلى كلمة يما يما. كلك حنان يا أما، وانت الأمان يا أما، سكة سلام يا أما، وأحلى كلمة يما يما. من اللي ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني، سهر الليالي ما نمشي وضميني وأواني. مين اللي ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني، سهر الليالي ما نمشي وضميني وأواني. قلبي الكبير ياما دايما تحب اللمة، قلبي الكبير ياما دايما تحب اللمة، ومهما عمل مهوفي أفضلك أكبر ياما. وكلك حنان ياما، وانت الأمان ياما، وسكة سلام ياما، وأحلى كلمة ياما ياما. وكلك حنان ياما، وانت الأمان ياما، وسكة سلام ياما،
واحلى كلمة يما يما ابنك انا وضناكي وروحي تبقى فداكي ابنك انا وضناكي وروحي تبقى فداكي ومهما عملت ما هوفي افضلك اكبر يا اما وكلك حنان يا اما وانت الامان يا اما وسكه سلام يا اما واحلى كلمه يا اما يا اما واضح في واحد ما شافك يا شغال يا اما لا لا ابو عباس في مشكله وش كاشفها كل سلام يا حلوين يا اما صح انت احسن واحد في العالم ابو عباس هي يما يما صح يما ايوه هذا كيف افهم يا اما يا اما يا اما في الخميس يا اما في الخميس يام يا يام شوف في ناس يقول يو مين اللي يقول يو هذا يو في الشمال عندكم يو وين في الشمال وفي القصيم تقولون يو صح سكيتك بكوع على عيني والله ويما صح صح وفي يما صح في تقول اما في يا يما هذه في يا 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 والله نعم وفي انا يقول يا وفي انا احنا بعد نقول يا اني اني انا بالتركي اني ايوه اني انا استاذ محمد عباس تفضل يا استاذ ابراهيم الله يبارك فيك يقول استغفر الله كاني باعبك استغفر الله كاني باعبك يا الغالية يا دنيتي يا عيوني والله يا يمه ما وفي حقك لو اني احججك فوق التوب يا سلام الله 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 صح لسانك والله سلام صح لسانك الله يصحح اللهم امين الله يرزقنا واياكم بر والدينا قولوا امين الله امين امين ومن بر الوالدة يا جماعة الخير من بر الوالدة اني اسوق لها شاب صفق الوالدة استاذ محمد عباس صفق قولها ركز معي الله مين اللي جاب لي هذا سلطان للاسف ابغى الثاني تقدر بعدين عرفت والله خلاص اقول لك شيء اقول لك شيء لا لا خلاص والله لا والله كلش كلش عشان ما تخرب دايما عشان شوف ها عشان ما ينفك بك ينفك منكم صح والله انك انسان كويس خلي خلي جيب الثاني جيب الثاني هذا تغليفه كويس سكر ثاني مره سكر ثاني خلي اوريهم طيب لا خلنا نفتح نوريهم لا 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 انا ابي ودي افتح هذاك الباب والله بس هذاك يعني وين المفتاح المفتاح راح فيها لا معلش باليسار يا اخي اي صارك ام سو سوري لا علي حي الله الشباب مين اللي يقول يا وين مين اللي يقولون يا ماجد تقولون يا انتم يا والله اي والله اختصار والله حسين يقول مطران وعتبان كلكم تقولون يا ولد انت صادق اي والله يا باس يمه يا يا يمه لا يا هذه هو كانك تقول يا لا لا يا يا كذا يا والله سبحان الله يمه يمه ويمه يمه يمه ماما 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 هذا جيل تاجيل الجيل من ثاني ولا عباس ماما شروع عايض حسين يقول يمه يا يمه يمه مامي مامي انا مامي مامي احنا نقول يمه ويمه يمه حمود لا انت يا حبيبي شكرا محمد عباس انا نواف انت ماما تقولوا ماما مامي مامي ارحب وعليكم السلام ابو سعيد النور ابو سعيد الله حي الله ابو سعيد شفت الاهل ايه كملتهم؟ الحمد لله ما شاء الله كيف حالك ابو عباس؟ بخير ابشرك شاك والله بالخير لو اني داري كان جيت معاهم طجرين سلام لو اني داري كان جيت معاهم والله كان مرحب ومسهل جاي من حارتنا مرحبا يا حاج حياك الله الله يبحثه ابو عباس ارحبي يا ساحة انحر ارحبي ايش فيك؟ ولا تجلس ولا تجلس ولا تجلس ولا تجلس حلف الرجال حلف ابشر يلا انت اكبر ارحبوا يا رجال طيب يا جماعه الخير شوفوا بما انه ارحبوا بحصه ارحبوا مليت والله كانك عمي الله ارحب يا ابو حصه تقدير والاحترام بيض الله وجهك يا ابو حصه ثاني بدو حصه باسم والدته غفر الله له غفر الله له غفر الله لكل والدينا والديكم قولوا امين امين كيف تستخدم هشاب انت شفت اوريك اليوم حاعطيكم فكره ثانيه لا الطريقه الصحيحه لاستخدام هشاب يا استاذ محمود انت مش هتجيب اي حاجه غير الكوبايه دي هشاب ما فرجع لك ايوه انت ما تجيبش اي حاجه ما تجيبنيش انت جيب الكوبايه بس انا مش عاوز اضحك لا انا مش عاوز انا مش عاوز اطلع انا عاوز الكوبايه يا شي نبض ابعدك البتاعه دي اها عليك الله يجيب لا الكوبايه دي الله اكبر انا عاوز الكوبايه شوف هنا يا حبيبي شوف يا شباب افضل طريقه لاستخدام هشاب هي كالتالي تفضل واضح الشباب اليوم صاحين غصب
تبشر بس سعد. اي واضح. بس اقول لكم شيء والله من شان صار عندي يعني كذا لك يا ابو عباس. يا حبيبي ما عليك زودي في ذاك اللاش. والله يا ابو عباس انا مقابلك ما ادري ايش العلاقه ابو عباس كله يسعد ما عليك زودي في ذاك اللاش. هشام هل 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 يصلح للتقويم اللي من الرسمين تقويم؟ ايوه عادي. شوف صقر لانها مركب تقويم اها توه مركب. متى ركبت؟ امس. ايه وين؟ قبل امس. رحت ركبت قبل امس. ليش ايش التمسيك هذي؟ نجم الجمهور. نجم الجمهور. نجم الجمهور. يقولون نجم الجمهور لازم تقويم ركبته. والله يجعلها بالعافيه. هذه القصة قالها لي أبو حمود ترى الحين. أيوه. يقول رئيس الجمهور لازم تقويم. قصص والله يا فين والله يا فين نجوم جمهور واجد ولا مركبين تقويم ولا سنون كل واحدة ماشية يمين واحدة شمال. أدري كلام اليوم قالوا لازم تقويم. أنا أغرب ما عليك والله تمشي ورا كلام اليوم يا شباب إنه ودونكم ورا الشمس. أبعطيكم رد. رد جاني أول ما أخذت الجائزة. أنا أخذت المركز الثالث أخذت 50,000. ما شاء الله. أبشركم للحين 50,000 موجودة. باقي ما صرفت. الله ينفع بكم موجوده للحين. عندك سلف. ابشر بس اطلع انت اذا طلعت اليوم من البرنامج تعشى عندنا الله يحييك ونعطيك سلف. اول ما خلصت البرنامج اخذت ال 50,000 جاتني رساله على الخاص اذكر في الفيسبوك. عام كم؟ والله 13 عام 13 2013 تمام. واحده كاتبه لي انت اخذت 50,000 ليه ما مشيت صلحت بيها سنونك؟ والله هينش. قلت لي ما مشيت صلحت اسنانك ابشركم من وقتها وانا راكب راسي انه لن اصلحها زي ما هي الله خلقها كذا ما شاء الله جميله والله يا حبيبي الله يسلمك اهم شيء الاخلاق يا حبيبي جميله اهم شيء الاخلاق حب الوطن اهم شيء الاخلاق حب الوطن والله جميل ركز معي انت وياه شوف يا شوف يا عايض شوف يا عايض وشوف يا شباب ولا يهون الشباب جميعا ولا تهون افضل طريقه انك تفتح الظرف كذا لا تعطوني لو سمحتوا لانه الان مو وقته بعدين تكب الظرف تكب الصمغ في الكاسه اول شيء بداية أنا أول شيء تحط الصمغ حط الصمغ في الكاسة كده حلوين وديه موية قليلة ثم ماذا تفعل ثم تصب عليه الماء شوف لما تصب الموية شوف لما تصب الموية كيف إيش كيف يصير أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طبعا يا شباب هذه قليلة جدا الماء كمية الماء الموية كمية قليلة على الظرف تتوقع عن المركز كمية الموية قليلة على الظرف أيوة شايفين شوف لما تكب المويه على 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 الصمغ يذوب يا جماعه شايفين شايفين ولا شايفين اها تحركه لمده 10 ثواني زاب ولا ما زاب والله زاب والله زاب لا لا شوف شوف ها باقي شويه لا ها لا عادي عادي بس انت شايف زاب ولا ما زاب يا شباب وهكذا وخلاص الله يخليني كان خليته والله خلاص يا شباب والله يا سلطان انت اكثر واحد احسن واحد في العالم طيب بيقول لك اقعد طيب يا شيخ يا محمود شكرا يا سلطان رعش يا حمود شايفين كيف شباب This is هشاب شفته افتر الزوبان تسلم وصلى الله وبارك بس خلاص هذه عشبه يا اخي بعطيكم معلومه اذا ما اخذت لامك هشاب فاعرف انه هذا من العقوق لانه ضاع الشباب حتغضب عليك اذا امك موجوده الله يطول بعمرها امين لازم تاخذ لها هشاب والله يا جماعه الخير بس افضل شاب تصلي مع المسلمين عشان تزبط الشغله كلها لا لا بس والله جميل لكبار السن ويحتاج جدا والله يا جماعه الخير هذا بفضل الله تعالى انه يصفي الجسم صح يصفي الجسم بشكل مش طبيعي ها شايفين بالله يا مخرج وري لهم بالله خليهم يشوفوا اي لاف يو يا استاذ محمود انت راجل اقسم بالله انت راجل جدع والله قدع ايوه ابو عباس نهدي يطيع عليك ابعطي محمود اهداء ايش رايكم اي والله سلام محمود ايش رايك استاذ محمود اهداء تعال يا عم محمود حبيبنا المخرج يا رايحين على مصر مين ابعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وبأزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الهوى مصلى الفجر ولفف مصر وحواريه الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت وصف أنا مش هنصف وكفيه الله الله
وقالوا لي عنها كلام خلانا اقول يا سلام ده انا ياللي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وانت مالي الاقي ناس بتقول كمالها غير معقول وهو بالي حسيت وانا بنهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله 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 يا رب الله الله ومن قلبي علي توب كده من الهوى مصلى الفجر ولف في مصر وحواريه الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها بين الكره عشاشي بين الكره عشاشي الله حييكم يا شباب يا أهلا وسهلا الله يبارك فيك أنا يعني صراحة السلام شباب أبشركم إن شاء الله بعد لحظات سيصل الغداء بعد لحظات إن شاء الله حيوصل الغداء ما في اتصالات ونتغدى لا ما في اتصالات ما في أي شيء تبون اتصالات؟ ما في رصيد تستقبل اتصالات؟ طيب ايش رايك يا مخرج؟ انا ادري اني داهمتك عندي 500 ريال رصيد ناخذ اتصالات واول اتصال يجي نقول له اختار المتسابق اللي تبغى تعطيه ال 100 ريال الله يسلمك نقول الو السلام عليكم طبعا مو على طول كذا ادري يحط الرقم على الشاشه والناس حيتصلوا وسالفه انا عارف يا استاذ محمود انا عارف أصلا دي مش أول مرة أنا ألاقي فيها القناة القناة بتاعتكم صح كده يا جماعة القناة القناة طيب يا جماعة الخير عندك مشكلة في القولون انتفاخات امساك اليوم هشاب يعني هشاب ويا ويكم هشاب يعني ايش يعني هشاب محمد اليابسي عنده محمد اليابسي عنده قولون لا 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 محمد اليابسي شرب أدالك تشرب وانت وانا شربت انا قد شربت يلا بسم الله اعطي عظيمه الكوبايه دي حق كلكم حتشربوا فيها اليوم أبشر. الكل اليوم عندي كم ابشر والله كرتون أبشر. يا جماعه الخير كرتون واحد فيه 30 ظرف تخيلوا بكم ب 30 ريال بعد خصم بعد خصم بي دي 1 ايش 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 الكود يا شباب حق قناه البدايه كود بي دي 1 لا 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 ايش الكود بي دي 1 لا 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 ايش الكود بي دي 1 يا سلام والله يا مخرج طلع الباركود على هذا عشان تدخله او ادخل اكتب في الموقع اكتب في جوجل هشاب بيطلع لك الموقع وعلى طول ادخل واطلب ويوصلك لحد بيتك اعلن يا ابا عباس انني ممن يتعاملون معه الله اتشرف والله نعم والله لنا الشرف نواف ترى هذا يزبط الصوت بس ما استخدم والله فنان يا اخي قول لي كيف يضبط الصوت والله يضبط الصوت ليش لما يكون عندك مشكله في القولون والله العظيم اب ابراهيم قال كلام قوي والله ايش قلت يا ابراهيم والله من فايده والله العظيم استخدمته فادي في القولون نعم اللهم لك الحمد والله اني انبسط عطني الكاسه يا شيخ عطني الكاسه والله انه فنان عطني الكاسه والله فنان ايوه الكوب نفسه لا في هذه ما يذوب بسرعه اسلم والله ما يذوب الا والله ما يذوب بسرعه لما تكب وتكب فوق البتاع يذوب كلامك صح ايوه اللي هو انه يضبط الصوت لكن ممكن البعض يحس من طقطق لكن لا يضبط الصوت لو كان عندي حموضه ايوه عندك حموضة. عندي حموضه عندك قولونك انتفاخات مشاكل نفسيتك تكون مضروبه صوتك حيكون مضروب لا 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 برضه ضبط شو اسمه تضبط شو اسمه لو كان عندك حموضه وارتفعت اديني واحده يا زول الحلقه ايوه ايوه والله انك عسل خطير والله داير واحد والله انك فنان والله انا داير واحد الحين طيب قولوا الله الله هلا المسلم الله الله هلا المسلم الله لا 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 عايز اطقطق واحده فوق الله الله ثاني الله الله انا المسلم الله الله انا المسلم الله الله انا المسلم الله انا المسلم الله الله سليم القلب لا احمل للناس سوى الحب غزير الدمع في المحراب ليس الغاب في الحرب أنا درع لأوطاني أنا حامي حمى الشعب أنا المسلم أنا المسلم الله أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربنا الهادي محمدنا رسول الله وأهلي أمة الإسلام هم أهلي وحزب الله وداري موطن الإسلام ما دوى كتاب الله
وزادي بعد توحيدي فنعم الزاد وتقوى الله. أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله أنا المسلم الله 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 يعطيكم العافية يا شباب. يا مرحبا. طيب الآن نشوف التجربة الثانية مع مين؟ مع حسين. حسين لعبان. يلا حسين وين الموية؟ صب الموية يا حسين. الله يخليك. بالله مخرج كلوز على هنا. كلوز. لا تنسوا كود الخصم إيش؟ بي دي 1. وصل الغداء يا عطا الله. بالله يا عطا الله شوف الغداء وصلوا ولا لسه؟ خلينا نمشي نتغدى. إي والله. أبشر عيني لك يا أستاذ محمود أنا آسف أقسم بالله أنا آسف. أقسم بالله العظيم أنا أحرك أنا قاعد. محمود. يا الو السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام. حياك الله يا سجى. من وين تكلمينا؟ من الرياض. من الرياض حياك الله يا سجى. طيب ابغاك تختاري من المتسابقين الموجودين، لا تقولي لي فلان نايم ما راح ياخذ شيء. من المتسابقين الموجودين عندك من تركي لحد صقر. يلا بسم الله اختاري. عايض الفارق. اوه بيض الله وجهك. الله 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 يا جماعه ترى مال انا مالي صلاح. شوفوا ترى مالي صلاح ممكن يتصلوا خمسه كلهم يختاروا عايض. انا مالي صلاح ترى ممكن كلهم يكونوا حزينين على انه عايض. باقي اربع ساعات. شكرا يا سجى يعطيك العافيه. لا لا عندنا سؤال يا سجى. السؤال يقول انا اوريك ما اسم الدوله. لا لا بدون سؤال امزح. يعطيك العافيه يا سجى وشكرا. اعطينا 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 مجس على بال ما على بال ما اعطينا مجس على بال ما مستحي. يا مكة الخير بشوق يتيمني يا لا لا مكة الخير يا مكة الخير بشوق يتيمني إلى حماك ويستهوي هواك دمي فمن ثراك نما جسمي ومقدرتي ورحمة الله ورحمة الله جاءت بي من العدم. يا لا 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 يا لا يا لا 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 ها يلا يا عايض. صدق اني اتمنى انك تطلع الليله ما ادري ليش. استغفر الله بس ما ادري كذا يا عايض كاني اراك كذا كاني اراك بكل حب بكل حب. اعيد بالله. حي الله اهل تربة. حي الله اهل تربة. معنا اتصال من تربة نقول الو يا سعد. السلام عليكم. وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. وش حالكم طيبين؟ ابشرك بخير جعلك بخير. فوق طيبة. يا مرحبا. مسوي فيها يعرف هذا نفسه. لا. والله يقول ابوه فسا قال ابوه. احنا مستمرين في تربة صار لنا مستمرين يوم ابو العظام دخل البراي. كفو. كفو والله. عندنا حالة استنفار. كفو يستاهل ابو سعد الوقفة. عندنا حالة استنفار. حالة استنفار انت داخل برايم. استنفار وش بيسوي يعني؟ والله اعلم. التصويت خلص كل شيء. دعم لوجستي. دعم لوجستي. اوريك ايش الاستنفار اول ما يطلع انتظروه بال بالشاص والجيوب والدنيا عند الباب. طبعا. راجع الا هلا ما ان شاء الله ما عنده ابد. كفو والله. يوم التسعين ان شاء الله يا مصر. كفو يا ابن الله. باذن الله باذن الله. كفو. استاهل ابو سعد. طبعا خلاص عرفنا اخترت مين يعني. يمكن يا جماعه خلوه خلاص ما يحتاج. استنى سعد. سعد لا 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 سعد يا الله يوفقنا وياكم. ممكن سبحان الله سعد ممكن يختار عايض. ايش درينا من تختار يا سعد؟ عز الله بالجلط حسين. والله كل شيء جايز لكن عاد ابو العمان ما اكثر قره. كفو ابو العمان ما اكثر شيء جايز. كفو هذا يا شكلي. الله يبيض وجهك. شكرا لك. والله العظيم ان نسهر الليل
حتى الدوامات ران داون صار ران داون متاخرين كله عشان ابو العباد. شكرا شكرا يا ابو العباد. استاهل ابو سعد الوجه بيض الله وجهه. ايش رايكم يا شباب؟ ايش رايكم؟ ايش رايكم اسوي تصويت اليوم؟ اسوي تصويت اليوم على تويتر واللي يفوز اخذه معي البجيري. والله مرحبا هيل. والله ايش رايكم؟ يا سلام الله يرحم امك. انا عندي موضوع يا ابو عباس. ايوه انا عندي موضوع مهم في البجيري. اللي هو فين وين فين؟ البجيري. انا عندي موضوع في البجيري. وش اسمه وش اسمه اللي قلت لك؟ والله شوف عندك موضوع مهم. هذا الكلام تقوله سعود العتيبي، لكن انا بالنسبه لي انا اسوي تصويت. ايش رايكم يا شباب؟ اي يا رجال سوي تصويت. اذا الشباب خلاص تبغون اختار ابراهيم ما عندي مانع. لا اذا كلكم لا اذا قالوا كلهم والله اذا كلهم قالوا اذا كلهم قالوا ابراهيم والله ناخذه. يلا انكم راح تقولون يس. شكرا يا شباب. قاتل الله الحسد. والله يستاهل. لا لا والله يستاهل. يستاهلك انتم. اطلبوها يا عيال قولوها يا عيال. يستاهلوها. شيلوها شيله والليلة ليلة. شيلوها شيلة والليلة ليلة. يلا قولوا شيلوها شيلة والليلة ليلة. تركي شيلوها شيلة والليلة ليلة. محمد ايش عندنا؟ ايش عندنا محمد؟ اليابسي عنده كلام. لا لا انا اقول عطى ابراهيم يستاهل. وانا اقول عطى ابراهيم يستاهل. عطى اضم صوتي ثلاثة. انت ترى انتوا ترى انتوا 20. ايش ثلاثة 20؟ لا 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 الموجودين وينهم؟ الموجودين الموجودين ها كلكم تقول ابراهيم. اذا واحد موافق اذا واحد موافق زي الدية. إذا واحد ما وافق فاتمشي. أنا موافق. ما موافق خلاص راحت عليك إبراهيم. أنا موافق. أعتذر. حياك الله يا جميلة. أبشر يا صقر بيرجع لك. حياك الله يا جميلة. شكو 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 شكو. يا جميلة شنو؟ الشبكة عندهم كعبة يا أخوانا. يا جميلة هنوطي التلفزيون وهنسمع من التلفون. هنوطي التلفزيون وهنسمع من التلفون. هنوطي التلفزيون وهنسمع من التلفون. هنوطي التلفزيون ونسمع من التلفزيون. يا حليمة من جدة. حليمة من جدة السلام عليكم يا حليمة. ها جميلة موجودة؟ السلام عليكم يا جميلة. يا أستاذ محمود. جميلة مش موجودة يا أستاذ محمود. انت بتشتغلني بقى يا استاذ محمود. اقسم بالله ما ينفعش كده. الله انت الله يا استاذ محمود انا هزعل. طيب يا جماعه نرجع لهشام. شوفوا يا شباب افضل وقت تاخذ فيه هشام على الريق وقبل النوم. السلام. تدرون ليش اليوم انا شاد حيلي؟ بعليكم بعد الحلقه. بعليكم بعد الحلقه. افضل وقت تاخذ فيه هشام متى؟ على الريق وقبل النوم. ايش تسوي؟ ايوه بدري على الريق وقبل النوم. تفتح الظرف كده. تفتح الظرف. تكب الظرف في كوباية. الله أكبر. تجيب تجيب المويه. وين المويه؟ هذا هذا عطني المويه يا شيخ. ابشر ابو الحسن. وين المويه؟ اه اي حسن. جيب المويه. جيب المويه قدامك دي يا عايض. مين معانا؟ مين؟ حليمه من جده. حتجيب باقي مويه الشباب حيشربوا؟ لا لا نحن في الحال واحد. خلاص حال واحد انا اوريك. الحين هذه بيشربها ابراهيم جزاه الله خير. ايوه حليمه السلام عليكم. وعليكم السلام يا حليمه. لابراهيم. مرحبا. وين من عجل؟ جمهوري في أرجاء المعمورة. جمهوري في أرجاء المعمورة. رحم الله والديك. لا خلا ولا عدم. جمهوري العزيز. ودبودا شالخ هشاب يا يا حليمة. بعد المئة نقطة. أيوة. عندي سؤال يا حليمة. إيش فوائد هشاب؟ إذا ما جاوبت ترى ما راح ترى. ما له صلاح. للقولون. يا سلام. وش كمان؟ للأملاك. للأملاح. أقسم بالله حليمة هذه تستاهل. اختار يا حليمة. تختار مين؟ تختار مين؟ إبراهيم. أوه يستاهل إبراهيم. إذن هي ترى أنا قلت لها أنا سؤالي تختاري مين يشرب الكاسة؟ فقالت إبراهيم. تفضل إبراهيم. أسلم إبراهيم. أسلم إبراهيم. والمية والمية راحت لإبراهيم. يستاهل إبراهيم. إذا ما في مية لا لا كي 300 الله يجزاه خير. لا إذا راحت 300 200 بسرعة. معي 500 باقي اتصالين. لا 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 الاتصالين الباقية مش هياخدوها كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما توقفش خلهم يتصلوا عادي. اتصال مجاني ابو عباس. اه صح هم بيتصلوا بلاش. انا مش فارق معاي يعني. اهلا وسهلا. السلام عليكم. معانا بكمل بكمل مع المية الثانية. معانا مين؟ كمل يا ابو. بسم الله والصلاة. مع المية الثانية. مين معانا؟ طرق براس. معانا حريميس. من وين؟ مترو ترى من راسي هذه.
لا جديد رسمنا اول مره اسمع مين معانا حلو يا محمود محمود الاستنفار مين معانا ايوه الو انا فكرت علي فرح مرحبا هيل يا ابو مفرح انا فقدت الغالي رزاز من الباحة رذ مين معانا من جد معانا رزاز احسكم طقطق والله ايوه رزاز حياك الله يا رزاز حياك الله اهلا وسهلا يا رزاز تختاري مين من الشباب نواف حسن اوه حي الله حسن جنبي يعطيك العافيه يا رزاز شكرا ليه يا ديش ليه انا واحد كوعني شكرا يا رزاز تقول الله يطعني واقول الله يسبق بي جنوبي ان ثار همه على غمه جنوبي تقول الله يطعني واقول الله يسبق بي جنوبي ان ثار همه على غمه جنوبي واحس اني اذا قالت فديتك يا عرب ربي ترى قصبي جبال بها مع الريح الشمالية الله يسن وتبعد بي السلام إن قالت عسى ما فيك يا أبو عباس جفيا تقول الله يطعني وقول الله يسبق بي جبي النثار همه على غيمة جنوبي ولا أدري ليه تسري بي هواجس وتبعد بي إذا قالت عسى ما فيك يا الغالي يجي فيا ترى قصبي جبال بها مع الريح الشمالية يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 على غيمة جنوبية من وين؟ من تربة اهلا وسهلا حي الله ابو الراكه صح كذا اسمها ابو راكه ابو راكه السلام عليكم حي الله ابو راكه الله يعافيك السلام عليكم وعليكم السلام اخونا محمد الشلوي يا اهلا وسهلا مساء الخير مساء النور يا حبيب الله يسعدك كيف حال الجميع بخير ابشرك الله يجعله ان شاء الله طيب يا محمد ممكن اسالك سؤال نعم في احد من اللي حولك عنده املاح او نقرس او زي كذا اصبر لازم شباب والله الاملاح ما حد يستغني عنها لا ما حد يستغني عنها يعني كثير عندهم املاح صح اي والله ما هو دورك في مثل هذه الاشياء ايش تسوي يعني ايش دورك دوري استخدمها في الشاطئ الله تحيه يا اخوانا يستاهل يستاهل يعني يعني مفروض عن ال100 اللي بياخذك 200 مبروك لك تستاهل يا شيخ تستاهل 200 هل الحين اختار المتسابق اللي تبغاه شيء اكيد ابو صالح محمد الياسي اوه يستاهل الله يلهينك يا ابو حميد ابو صالح تستاهل الطيب والله ياسم 200 لا يستاهل 200 بس ما عندي والله انا عندي 100 الله يطول والله يستاهل يا ابشي لا انا اعطيك معلومه ترى حتى انا وعنز الشباب ترى انا واحد من فانزات محمد اليابسي والله والله يسعد والله احنا من محبين ابو صالح اي والله يستاهل محبته من محبه متعب الله لا يهينك الله يطول عمرك والله يا ابو حميد يستاهلون تحيه متعب اخر المغادرين متعب صح كان شكرا يا شيخ الله يعطيك العافيه هذا افضل متصل يا جماعه ومن غير قصور في الجميع يعني هو وبعد البيت اللي قالت برضه مفيد للقولون مفيد للاملاح وما ادري ايش ورذاذ صح قالت مفيد أفضل مين هلا اللي قالت مفيد سجى نعم جزاه الله خير والله وياه ابو عباس تقول اليوم تمنى يطلع من مين من يطلع ابراهيم اليوم تتمنى مين لا ما اتمنى مين اتمنى عايض بس تدرون ليش يا جماعه تدرون ليش ابغى استضيفه عندي يا اخي
يستاهل يستاهل ترى. ماش ادراك ماش ادراكم بالاعلام ماش ادراكم ايش ادراكم انتم بال ايش ادراكم بالاعلام يا جماعه شوف اعلنها والله من الان اذا عايض طلع اليوم معاك مشارك في برنامج في رمضان الله يطول عمرك اذا طلع اليوم اذا طلع اليوم تحياتي اذا طلع النهارده حخلي حيشارك في برنامج في رمضان في احدى القنوات ولو كمل وما طلعش بنشوف لا طيب ابو فيصل نياف قدر الله وطلع لا يا استاذ محمود يا اسرار انت 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 يا محمود ما تكتب في الهاشتاج طيب ما تكتب في الهاشتاج يا استاذ محمود يا عايض بالله قلد لنا محمود المخرج بالله انا اوريك يا محمود ها ترى يمكن في البرنامج هو ما قلد لنا محمود انت ولا انت غير الا محمود ما انت الا محمود ما انت الا حبيبي يا محمود ما انت يلا قلد محمود بالله عليك والله ما والله ما في ما في ايش ما في شيء اول شيء شيل شعرك خلي صلع ها شيل خليك صلع عشان تقلده اسقاط هذه على مخرجنا لا يا ابو عباس لا يا ابو عباس كل شيء الا عم محمود انا خوري لا لا اسمع اسمع اذا محمود ما قدرتها قلد لنا عطلة ها قلد لنا عطلة والله شباب ابو فهد منك ما يعرفون ابو فهد عنده الا يعرفون ما خلوهم يتعرفوا عليه يروح يبحثوا عنه يلقوه عطلة معروف كان مشارك برنامج قبل ما قبل ما والله ونعم قبل ما اشكالك تطلعون على القناه نعم هذا مو كلام تقول على الله ونعم الله ينشف ابو فهد ونعم وعلم غان انا قصدي بالبرامج بلا هو قبلنا يا الله انت بلحقهم يسمع حسين جاء ناصراني قال ان شاء الله ايش الاثر اللي تركته البرنامج قال ان شاء الله ما تركنا عذر علومنا طيبه جاء اي والله قال ان شاء الله قال ما تركت بالخير قال ما تركت اثر شيخنا كلنا زعلان الرجال ايش فيه شيخنا كلنا ما اثر ما في اثر ما في تركنا علم طيب والناقه وهذا حليب خلفه ولا ترك اثر طيب هذا اثر يا اخي هذا من العلم الطيب وكن رجلا ان اتوا بعده على الهواء صعب هذه عندك وكن رجلا طيب ابو عباس استاذ محمد اكمل البيت وابشر واجيك يقول لك وكن رجلا ان اتوا بعده يقولون مره وهذا الاثر يعني خلك رجال اذا جو الناس من بعدك في اي مكان انت كنت موجود فيه ان يقولون الله يرحم ايام فلان والله يرحم ايام فلان كان وكان وكان رحم الله فلان كان وكان وكان قصدك حسين يمكن حسين وغيره تفضل يا ابراهيم الله يزوجه من حور العين غدا ابراهيم غدا اعوذ بالله بشر جيب استغفر الله ما طول حور العين لا غدا حور العين مضمون لكن غدا ليه ان شاء الله كان يقول مثلا واحد مدرس ايوه قال مصري قال ربنا يقوسكم من حور العين غدا امين كلنا واضح انه كلكم تفضل يا شيخ بجانبك الاخ القدير الشاعر فيصل فيصل بن نياف وعنده اعراض حاده من البرايم والله جحود في الوجه جحود في العينين يعني اختفاء الصوت منشد يا محمد منشد نبغى يحط لنا سطر انا ممتاز عرفت جفاف الوجه سطر انا يوما على الاطلال هذه لا هو يمكن حتزبط معه بتاع بتاعة بتاعة رثاء الشيخ بن باز الله يرحمه شو اسمه تموج السطور بذكر ابن باز اعطيني عندك شو صدق ولا قاعد تكتب لا والله بشوف جايت الحاله حكت براي والله والله جاي شباب اقسم بالله بعطيكم معلومه النبي عليه الصلاه والسلام كان معاذ رديفه معاذ بن جبل رضي الله عنه كان قال كنت رديف النبي عليه الصلاه والسلام في دابه فقال يا معاذ اللهم صل وسلم احفظ الله يحفظ يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك تجده تجاهك ايش قال بعدها قال واعلم ان الامه ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف يا جماعه الخير دخلت برايم دخلت ما ادري ايش والله 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 جايك بس هذا لا يعني انه الانسان لا يعني انه الانسان يتكل وينسى لا في النهايه الانسان يعمل بالاسباب مو يبيع امها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش اعقلها وتوكل شوف يعني مو تفكها كذا وتخليها اسلم يا سلطان تسلم اقول على طاري ابن باز الله يرحمه الله يغفر له يقول احد الطلبه عنده ان احنا يوم جمعه الذكر زين استغفار يقول احد الطلاب عنده يقول من كثر ما يعني ما يردد ابن باز الله يرحمه لا اله الا الله استغفر الله الاذكار بلسانه
يقول اذا جاء بيركز معك في السؤال يعض على طرف شماغه عشان يركز معك. سبحان الله. عاد يوم تقولها تموج السطور لذيك عاد تعطيناها عطناها بس صلى الله ان يوفقنا. انما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. اكثر الناس والله انه مقصر اكثر الناس خشيه لله هم العلماء. ليش؟ لانهم اكثر الناس معرفه بالله عز وجل. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم الاتصال الاخير ودائما ما ينفع الاتصال الاخير نودي وين؟ عندي اتصال اخير يبغى البجيري ويبغى الغدا جاي يا شباب يبغى نتغدى نمره غلط نمره ورهجة الغدا قرب يا شباب نمره ورهجة نبغى كل واحد منكم يعطينا كلمه لهشام انا اوريكم اليوم والله اليوم لا استقعد لكم استقعد والله نبدا بتركي الصاحب والله من حقك تفضل يا تركي نعم المنتج ونعم الرجل يا حبيبي وتستاهل كل خير يا ابو عبد والله اني اقوله انا تستاهل الطيب والله اورت لحظه في حياه تركي هذه اللحظه لا والله هشام انت جميل بقول هشام سوقٌ يدفعني لأراها أمي ذكرى لا أنساها طيفٌ أنقى من زبد الأيام أبقى أمي 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 همساتها أحلى منا سكن كلماتها باتت نجوى تضيء دربي لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام لن نستسلم للآلام لن نستسلم للآلام لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك حبها في القلب ذايب وأنا غايب عنها أمي يا أغلى الحبايب والقرايب دونها تركي عطنا تركي عطنا تركي هزيم الرعد رعيدي أبطالا داروك أنبل وعد اسلم يا تركي خلي اجيب الكلمات خلاص يلا اسلم يا تركي اسلم يا تركي اسلم انا انصح المشاهدين في هشاب ايوه اللي معه قلول اللي معه ملاح ست علب كرتون راح تقوم كرتون 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 هي ست حبات 190 باكج ايه ست حبات وفي كود الخصم بي دي 1 كود الخصم و 170 اللي معه قلون واللي اللي حولها امه ابوه يا سلام يا سلام تحيه تحيه اليابسي الان اليابسي بيعطينا الضمان الان اليابسي بيعطينا الضمان الذهبي ايش الضمان الذهبي يا يابسي هشام لو انه رجال لبس البشت الله لو انه رجال بيض الله وجهك ما عليك زودي فتاك الله ايش الضمان الذهبي ما هو رجال هذا اللي بيكحلها عمى ام امها يقول لك لكن اي لكن مو برجال الضمان يا ابو حميد ايوه ان ما جاز لك خله عندك ان ما جاز لك او ما فادك اي او غيرت رايك خله عندك ايوه واخذ فلوسك اوبا في اقوى من كذا؟ لا في صيغه اكثر من كذا؟ مره ما في صيغه اكثر من كذا طيب صل على النبي اللهم صل وسلم ابرقي ارعدي ابطالا وعدوك انبل وعد جاءوك بصوت الحق الهادر ك ما نعرف لا لا اللحن طار من راسي يا شباب اللحن طار من راسي الرمي المتهبة حكم ومباراة لا سوا حكم ومباراة كرة صفارة لاعب ويسارة في الملعب تنتظر إشارة حكم ومباراة كرة صفارة لاعب ويسارة في الملعب تنتظر إشارة أجمل أوقاتي هي حين أمارس كرة اليد هي حلم حياتي فيها اللعب وفيها الجد أجمل أوقاتي هي حين أمارس كرة اليد هي حلم حياتي فيها اللعب وفيها الجد حكم ومباراة كرة جبارة لاعب ويسارة في الملعب تنتظر إشارة حكم ومباراة
كرة جبارة لا 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 ريمي لا ريمي لا ريمي ريمي ايش اللي بدايته ريمي ريمي نفسه ريمي من رماني تو تو وانا على مركب اشعل بقلبي ضوء احرق جميع عيضان ريمي من رماني تو وانا على مركب لا 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 ريمي امي كم اهواها اشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي هي ذو الرحمن أمي هي نبع حنان ترارارارارارا في قريتي تو 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 في قريتي تو 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 لا ما كده في قريتي تو 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 في قريتي تو 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 في قريتي تو 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 كل من نايم في الخميس في قريتي تو 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 في قريتي تو 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 في قريتي يا جماعه ارسل لنا نجملهم احنا قد يتدرس استغفر الله لا انا انا في واحده كنت مذكرها بس طارت من راسي يا اخي حقت ابوي مفخر جعل قهر السموم التاقة ابوي من جاء عدو يكرم وينحر ناقة من زمني الصغير قال لي معاني كثيرة ليش ياما الرجال ابن يصل الغيرة عن بعض الحروب ما بعرف تفسير الله فضل فضل الدورة الدموية كفو والله بيض الله وجهك اسمع اسمع هذاك اللي يقول ايش وين الحجازي يا ابو عباس ترى نفيل ظريف بين قال لنا ليس هنالك ما يضيق ارانا في حينا بدنا نظل الظريف لا يحيا بيننا الا الانسان الشريف ما بارو في ظريف النبي مرة واحد اثنين ثلاثة مرة في حينا زارنا فيل ضريب بن قال لنا ليس هنالك ما يخيب نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف بابا رفيق ذكي النبي بابا رفيق ذكي النبي وعالم الأطفال عالم جميل عالم الأطفال بنطوع القم شريرا على الأذية متفقا بلوطوع القم بلوطوع القم بلوطوع القم بلوطوع القم يا أخي حقك لا 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 موكلي موكلي لا 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 موكلي موكلي في الغابة قانون يسري في كل مكان قانون أهمله البشر ونسوه الآن ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الغير ما أجمل أن تحيا في الأرض بلا أنطان لا 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 موكلي موكلي لا 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 موكلي موكلي لا 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 موكلي موكلي يا جماعة بعطيكم شيء انتوا عارفين ليش حسين قاعد يضحك لانه عمره ما سمع بالاشياء هذه والله ما اعرف حسين حسين نشا على ايش حسين ايش مثلا يعني ايوه يا شا البارح يا ذيب يلي تالي الليل عوين يا ذيب يلي عايش على ايش عرف حسين حسين ايش ايش انا شديد وتمام شديد شديد انا 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 شديد ان
وانا تمام لا انا اكره انا اكره مو قد اكره من ورا الله ايوه انا سلم يا حسين بالله يعطينا طفولتك ايش كان فيها بصدق والله شيبان نسخه ايوه نواف ابي اشرح شيبان نسخه واحد ايوه من حسين خلاص ابراهيم حاتم كل عجائز النسخة صح والله شبه النسخة والله عجائز النسخة صغار النسخة صح صح آه نسخة اي والله ابو عباس امي امي ما عجائز عايد عايد ترى عندهم في بعض الاماكن ابو بعض القبائل يذكروا العجوز للرجل انا العجوز اللي تبيع حنا في خط لا لا اسمع كلكم تقولوا العجائز للرجال احنا نقول عجوز راجل وحرمه نقول عجوز ترى على فكره لا العجوز في السعوديه عندكم عجوز المراه بس المراه نعم والله حتى انتم حتى في النوقه تقولون عجوزه والله العجوزه دي والله تعبانه والله تعبانه شديد اها ادي لك انا اسلم يا اسلم يا امي ما احلاها في اي مرحله امي ما احلاها اقول في واحده جاها ولد على كبر ايوه ودرس اولى جاء عندها يبغى يسمع لها هذه النشيد جاء عندها قالت يلا سمعني يقول هو أمي أمي ما أحلاها قالت أقول ما عاد وارا ما عاد وارا يعني عرفتنا ظرفة على يوم جمعة على نواف السنة كفو والله ثالثة لا لا أنا أذكر أول شيء لك كنت أسمعها ترى مش لا تخافي نحن أبطال المطاف كرامٌ حين لا كذا لحنا لا تخافي لا تخافي نحن أبطال المطاف نحن شجعان كرامٌ حينما ندعى نوابي كنت أسمع عقل عشرة من عشرة على طول الله الله رب الخالق أمان بر يا خالق الإنسان يا مبدع يا طائر النورس حلا الله من جرى حلا البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا وحين الموج بل له أحاس البرد فارتجفا سؤال عابر ثارا بنفس الطفل فاحتارا يرى بحرا ولا يدري له معنى ولا هدفا أمام البحر قد وقفا صبي يجمع صدفا وحين الموج بل له أحاس البرد فارتجفا وقال البحر يا ولدي سل الأسماء في كبدي وسل الموج تجد قلبي بحب الله قد هتفا أمام البحر قد وقفا صبي يجمع صدفا وحين الموج بل له أحاس البرد فارتجفا حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء قد ودعت البحر وطارت حتى ضاعت في الأجواء صارت سحبا فوق الأرض ليست تدري أين ستمضي عن قصتها راحت تحكي من رقتها أخذت تبكي حفنة ماء ذات مساء طارت خلف طيور الماء قد ودعت البحر وسارت حتى ضاعت أجواء وين الحجاز اللي كان بينك وبين عايض؟ هذا قال ايش؟ ابو عباس الحجاز؟ عايض عايض مو راضي لا في طلب جاي والله من الكنترول وناديكي الله ناديكي اجيبيني لا 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 من نواف يقولون الطلب نواف السند افتح لي ابو عباس ايوه ايوه تفضل طلع له الماس عشان يبقى كامله لا 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 حضر الكلمات يلا بسم الله هي انا اديك العرب الفصيح ما هي بالليل اعطني طيب غني وطلب من كنترول انا اديك ها خلاص ابو نيا فدي لك ابشر انا اديك حق صلاح اليامي ترى يقول يلا بسم الله حافظها يا نواف ايه اه أناديك أجيبيني
وعودي لي وضميني أناديك أعيدي روحاني واسقي بساتيني أناديك أجيبيني وعودي لي وضميني أناديك أعيدي روحاني واسقي بساتيني تماهي في عروق القلب ذوبي في شراييني ويكفيني عذابا منه تسقيني وتسقيني أناديك أجيبيني. قول يا الله قول يا الله يا الله ان الله يكسر رجلك. استغفر الله واتوب. ان شري ان الله ايش يكسر رجله. صوت يا ولد قسم بالله يا عباس. ما شاء الله بما شاء الله. قول ما شاء الله تبارك الله بما شاء الله. ما الله لا يوفق عدود بحبينا بدون حب. حياكم الله شباب نتموا على الغداء. يلا نروح نتغدى. لا تتكلم ها باقي مية يا ابو عباس. باقي ايش؟ مية وانا عقب الغداء. عقب الغداء عندي انا من اليوم جلست جنب المية. عندك في للحين يا عطا الله كلمهم ابو عباس. عطى لي جنبك. عطى بنيه. عطى بنيه. عطى بنيه. عطى الله كلمهم يا عطى الله. عباس. عباس. ها؟ عباس. عطى فيصل. لا لا. فيصل انا مسمح. ايش 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 ايش؟ ايش يقول؟ انا مسمح. وجهه نظر. ايش؟ مسمح. لكن عطى فيصل نظر. برايميون. انا ها 100. وجهه ايه؟ طيب. عطى فيصل. انا ما لا لا راحت 500 ترى. لا 400. لا راحت عايض. ايوه وابراهيم. وابراهيم ونواف حسين. ايوه ونواف. اي صح صح. واليابس شنو يا اخواننا؟ ابو عباس ما ادري يقولون باقي لنا اخر لمه. صح ولا ما ادري والله. ها ما ادري. يبغى نختم عطره مع الخمس خمس. ما اتوقع يا شيخ. ها قصدك 500 ثانيه؟ ايه ما عندي. بس يمكن بعد الصلاه اخذ معي واحد من الشباب اطلعه برا. انا ليش مستعجل طالع في الليل انت؟ انا فقدت الغالي. انا ترى ندق في الاسواق. روح انتغدى ويا نافدار. والله ابشر. اي والله مجار. اي والله مجار مجار. صح كذا عرفت. ايوه انا جاي نعود بعد العشاء. ايوه تمني ايش نزق الخاطر واشد من كسر اليدين. الكسر لا جاب قلوب. اي والله رايحين نتغدى والله. خلاص ما وصل ولا بيحطوه ابو عباس. ابدا ابو عباس. طيب شباب راح نروح نصلي. الغدا ما وصل. نروح نصلي. اذن ما اذن ما اذن. طيب شباب المخرج قال غيروا الجلسه عشان هناك. عشان هناك قال افضل. ايوه قال خذوا العكازات حقت مساعد. قال خذوا عكازات مساعد خذوها من الـ من الـ من الـ من الكنب. نعم نعم نعم. قال الله لا يبلانا. الحمد لله. اي والله والله ابتلاء يا اخي. تكون ماشي شوف ابو عثمان تكون ماشي عديل فجأة يا اخي. سبحان الله. ابو عباس الانسان اللي ما في الغداء ما نقدر ما نقدر نفسه. ابو عباس اي والله ود انك تتغدى معنا يا شيخ. اسلم اسلم يا ابراهيم. من يقول السلام؟ اقول الانسان تعال ما شاء الله الانسان ما هو في تدبير نفسه. نعم نعم. ولا يفكر في رزق غد. نعم نعم. ولا يقول بسوي وكذا وكذا. مرحب. سبحان الله نمت وانا ما ادري وش اصبح عليه. سبحان الله. اللهم لك الحمد. اصبحت على ايش؟ اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص. نعم. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ملة ابينا ابراهيم. وعلى ملة ابينا. نعم نعم. وقابلناك وهذا الاتصال الطيب اللي نزق الخاطر 100 نقطة. وذا الحياة برضه أنا عرفت. بنتغدى يا أبو عباس. أيوة نعم. ونطلع ندرج ونتمشى وهذا رزق وخير من الله. ونطلع نتمشى. أي نتمشى إن شاء الله. إبراهيم ما يرضيه ولا أي شيء. عناني في عنانية يا أبو عباس. استريح فيصل. فيصل إيه بس أبو عباس. استريح أبو عباس يحوش الدنيا كل دقيقة. مستاهل 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 يا مسلم الله. طيب مين مين تبغى؟ علي علي يا اخوان الا فيصل نياف اليوم هذا بس ان شاء الله انه يعدي على خير. ايش ملك الفقرات والحلاقه ولا كانك في دار الثانوي يا فيصل. رئيس فعاليات ملك الريالات. رئيس فعاليات المعتزل البارح.
مين مين مين؟ العمري اعلن تجاره عن الملاعب. والله ايش بوش بو؟ كان رئيس الاتحاد الرياضي. ايوه سمعتها قبل يومين. وعلى ناس هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم الشعر دور الشعر انا خشوا عليك يا فا ها؟ اه وين شقرب من سعيد ابن بلال؟ لا والله شاعر يا والله ها لك يا ابو لا 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 هلا 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 يا الله ارحبوا 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 تيرتا النواف هذا علي جاكم مدري انت مو منك ترى انت من يوم ركبت التقويم خلاص امورك اي والله نجم الجمهور نجم الجمهور جزاك الله خير لا بعدين يا ابو عباس يوم ما ركب الحديد هذه خلاص يا ولد شاف نفسه ايوه معنا في الريالتي يا ابو سعيد اجمل جمهور ركبها عند الرؤيه يا رجال اجمل جمهور كبر السن له دور من عند رؤيه صح ركبت عند رؤيه ولا وين رؤيه رؤيه صح ها عند مجمع الرؤيه لا لا والحلال ما تبي تعلن انا في الغرف لا 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 اطقطق علينا لا لا عند رجال انا عدتي معي اموري عدتك معاك سباكه ما شاء الله مبروك والله الله يسلم هذا لسيم يا طويل العمر تحلم وغني الحبيبي عقب يا رجال انا قد نفسي والعصر يا حبيبي بيض الله وجهك شباب انا بعطيكم كلمات عطرها يعني عطرها عادي ان شاء الله ما هي الاخيره يعني لكن بقول لكم شيء وش الانسان في هذه الحياه دروس يعني يمر نعم دروس اكيد بس يمر بالكثير من المواقف والظروف والكثير من المراحل في حياته اي شيء اي شيء يصير لك في الحياه ترى هذه مرحله من مراحلك يعني ذاك يعني في واحد من التابعين اذكر جاء عند واحد قال يا اخي اكتب لي جمله او عباره عن خاتم اذا شفتها وانا حزين افرح واذا شفتها وانا فرحان احزن ايش كتب له تصبر كتب له لا كتب له على الخاتم هذا الوقت سيمضي شوف اذا كنت في قمه الضيق قمة الحزن تذكر الجملة هذه انه هذا الوقت ايش سيمضي اي والله ايش تسوي تفرح ليش لان ترى الضيقة هذه لحظة او ساعة وبتمشي طبعا انت اذا كنت فرحان وكذا لا تشوفها عشان لا يضيق خاطرك ففي الدنيا هذه الواحد الانسان ما بين حزن وفرح ما بين سعادة وحزن ما بين هم وما بين يعني خبر حلو وخبر حزين ما بين انا يعني اعتبر انتم الان في هذا البرنامج تعتبر هذه مرحله انتم الان في مرحله مرحله حياتكم صح وقد تكون هذه اهم مرحله لبعضكم ليش لانها تكون مرحله مفصليه مرحله انتقاليه بالنسبه لهم الكثير ترى في بعض الشباب من هنا حيطلع من هنا حتتغير خطته صح خذها حيتغير يعني مثلا مساره حيتغير اشياء كثيره حتتغير طبعا هذه كلها اقدار من الله سبحانه وتعالى فخذ انت هذا خذ هذا الشيء بعين الاعتبار انه ترى هذه مرحله وبتمضي انا كانت مرحله جميله من مراحل حياتي اني شاركت معاكم في زد رصيد 9 كنت اجمل شباب وافضل يعني افضل نسخه صراحه وانا جاي اقدم يا ابو عباس اي والله والله العظيم شكرا شكرا انا سعيد جدا والله العظيم يا شباب باني يعني اكون معاكم في هذه النسخه المليئه بالمواهب اللي كل واحد يقول الزين عندي والله كل واحد منكم والله ما يقول كل ما يتكلم واحد منكم سبحان الله اقول هذا افضل واحد يجي اللي بعده اقول هذا ما في بعده كل ما واحد يطلع موهبه اقول هذا احسن واحد كلامك كلام مودع مو مودع بس في النهايه ما تدري ايش يصير في المستقبل اليوم 70 يوم خلاص معاكم 70 يوم اتوقع انه ما عاد يعني باقي احنا ان شاء الله انا اقول ان كان من صواب فمن الله وحده ثم منكم انتم مشاركتكم و الله يسلمك وتفاعلكم يعني مع الفقره وان كان احنا انت قائد السفينه الله يعطيكم العافيه بالعكس انتم القاده وانا معاكم انا لست الا انا ما اعتبر نفسي والله لما اجيكم الا واحد من المتسابقين ترى والله معاكم واحد منكم بس انه معي بربيز المخرج يعرف يقول لي روح يمين روح يسار امشي تعال هنا الفكره لكن والله انه كنت سعيد جدا معكم اتمنى انكم كنتوا سعيدين معي جدا والله سعيد شكرا الله على محبتك والله علينا نقوم احنا ظهر وقبلها يعني كنا يوم جمعه يوم برايم ويوم كذا لكن والله انك تغير الموجه حقتك والله والله الشرف لي والله يا ابو عباس والله انك ملكتنا بطيبتك يا حبيبي ما عليك ملكتنا بروحك الطيبه والجميله وخفه الدم والابتسامه والروح الاخويه وفوق ذلك مكرمنا الله يكرم كرامة الدارين والله انتوا لا كرامتكم خليني اورد الله يكرم كرامة الدارين انت والدك ويبيض وجهك ويسر امرك
ويوفق انتم من يسمع ومن يشاهد ويخليك ولدتك وشكرا لكم ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين وشكرا لكم انتم والله بيض الله وجهك وزوجك الله, وجهك. الله يعني لك محبه على انه الوضع مره متعب وقت الفقره لكن عاد ايش اسوي؟ اوعدكم اوعدكم اللي بيجي معانا في سدر صدك 10 انه فقرتي ما حتكون يوم الجمعه بعد الجمعه اوعدكم ان شاء الله نقول ان شاء الله والله ابو عباس انك اضافه لنا باذن الله اعلاميه كبيره ترى على فكره شرف لي والله شرف والله قام اعلاميه ما هي سهله ما عليك زوجها فانت اضافه لنا نستفيد منك ناخذ منك خبرات اعلاميه او حتى خبرات في مجال الصوت أو الله يسعدكم انا يعني انا ايش وش ناخذ وش نخلي عندي طلب واحد منكم جميعا شربنا جميعا شربنا لا تتغيروا تم الله شوف لا لا تطلع ترى انت الى الان ما تدروا ما انتم عارفين وش قدام يعني الى الان الى الان ما عندكم رده كيف اقول لكم يعني ما تدرون عن رده الفعل الخارجيه او عن مدى الاصداء اللي برا لكم صدق والله فللاسف البعض لما يطلع برا يجيه رقم رقمين يشوف نفسه انه مشهور يروح سوبر ماركت يتصور معاه شخصين ثلاثه يحس انه انا ملكت الدنيا انتبهوا يا شباب لا تغيروا لا تغيروا في واحد من اسلم قلت ترى اسمعك في واحد من من العلماء خلاص حلو نبشر خلاص في احد العلماء والله ما اذكر هو مين يقال انه في يوم من الايام كذا جاء اعجب بنفسه اعوذ بالله من العجب عالم عالم من العلماء معروف معروف له كتب وعنده طلاب ويدرس يعني مناهجه اللي كتبها تدرس في كل العالم يقول في ذاك اليوم كذا جاء حس بانه كذا عجبته نفسه ايش سوى الله يكرمكم يا جماعة لبس بسيط وتلثم وراح لحمامات المسجد راح وين؟ معروف معروف حمامات المسجد وغسل الحمامات كلها يعاقب نفسه معروف معروف فسأله شاف واحد كذا قال ايش قاعد تسوي؟ قال والله أنا عجبتني نفسي أدبها فقلت أدبها ورحت غسلت الحمامات الله يكرمكم شوف هذه نذكرها يا ابو عباس هذه نفسك والله ما ادري اللي هو الشيخ الشعراوي الله يغفر له نعم ايوه اتوقع نعم. الشيخ الشعراوي يقول ادب نفسه بانه ايش سوى؟ راح غسل الحمامات لكم انا ما اقول لك روح غسل الحمامات لكن اقول لك انه اذكر من انت يا اخي وكيف شوف على فكره لما تتذكر تاريخك انك كنت في يوم من الايام يا الله يا الله يا الله تعبي سيارتك بنزين ترى هذه نقطه مهمه ما كلكم مريتوا بالمرحله سووا بالانس طبيعي والله ما في شيء ما فيكم واحد جاي ولد فلان الفلان التاير يمكن انا ما اعرف لكن الكل يعني اكيد مره مرحله تكون طالب عندك مكافاه تجيك 800 ريال في الجامعه ما عندك حاجه تستحي تقول لابوك اديني مش عارف ما تتعب ترى طبيعي والله العظيم طبيعي ايام الجامعه انا درست في السودان كنت مغترب قاعد براي ودرست في جامعه خارج ديرتنا وكذا جالس لوحدي اقسم بالله عايد جدا اسبوع كامل يكون ما عندك حاجه صح. اللي ما يتذكر الأشياء هذه بعد ما الله يفتح عليه نعم يقدر هذه. النعمة بعباس ما راح تحس بقيمة النعمة اللي أنت فيها الآن والله يا جماعة الخير أصعب الله عز وجل إيش يقول وقليل من عبادي إيش شكور أشكر الله كل ما شكرت الله يقول إيش كمان أطول في نفس الآية تانية قال ولئن شكرتم إيش لأزدنكم هذه ما فيها كلام لئن شكرتم لأزدنكم ولئن كفرتم إن عذابي أقوى ترى شفت الثانية دي أقوى من الأولى الزيادة أوكي جاي بنا لكن كفرت من عذابي الشديد أعوذ بالله الله يحمينا هي على طاري من تواضع لله رفعه أمير وخليفة المؤمنين عمر بن عبد العزيز جاه في أحد الأيام ضيف من الضيوف عربي أو واحد مرتحل فأتاه إلى مكان فقام الخليفة في يوم كان في نص المجلس وكان موجود الحراس والخدم حقين الخدم حقين موجودين وكان يسالف مع هذا الرجل قام عمر بن عزيز بنفسه وراح أطفأ الضوء ورجع إلى مكانه تعجب منه الرجل اللي عنده قال يعني أنت أمير وتقوم إلى لكي تطفأ ولا يعني ليش ما قلت لي أنا أروح أطفيه أو قلت للحرس الموجود قال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز ما تغير شيء نعم لا 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 ومن تواضع لله رفعه يا شباب ترى في كلام مهم جدا وجميل جدا لياسر الحزيمي مساء عليه بالخير عن اعرف رقمك كم الاجتماعي يقول اذا انت في بيتك انت رقم واحد ابشر خلاص نبغى احد ياذن في احد طيب. انا بدي ترى بعد الاذان بيرجع يتغدى يقول لك اعرف رقمك الاجتماعي يعني انت مثلا في البيت اصغر واحد مو لو صرت وزير لو صرت امير ترى في النهايه تظل اصغر واحد عند اخوانك الله ما فيها عادي تجي البيت عند اخوانك يرسلوك حلو فصاته تصير حلو فسلها يا أخي قال كلام جميل فاعرف رقمك يا جماعة يا أخي ودائما ترى إذا قاعد تذكر مين أنت وإيش أنت
والله العظيم ما حتشوف نفسك. وتشوف نفسك على ايش يا اخي؟ تراك تراب او على تراب، صح ولا لا؟ ما اشتشر عليه ابو عباس. طيب ذكر رقم مميز اقدر ابو عباس. رقم مميز هذا شيء ثاني، حتى ولو رقم مميز في النهايه تراب. وش هذه ولا اسلم يا عايب. لا انت ابو عباس ترى حاله صدق ترى اي والله هذه هي تراب. ايوه كلنا تراب. من تراب؟ من تراب. هذا رد، هذا رد كان صلى على رسول الله. ذكر علي، ذكر علي امام من امام من ائمه المسلمين من بقيه شوف خلفاء الخلفاء الراشدين اربعه، لكن ذكر الخامس بعدهم يمكن 30 سنه اللي هو خامس اللي هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هذا تدرس سيرته في الزهد وفي التواضع وفي الورع. يا سلام. لما اخذ الخلافه اخذها هو كاره، اخذها في عهد سليمان بن عبد العزيز، عفوا سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك بن مروان. ايوه اوصاله بالخلاف، وكان الوصي عند ابن حيوه وزير سليمان بن عبد الملك. والبقيه اللي عنده ما كان يعرف، ما كان يعرفون انه لا ولا هو يعرف اللي هو عمر عبد العزيز، لكن تفاجأ بها. اول ما استلم الخلافه طلع من قصر الخلافه واخذ له بيت في طرف المدينة، بيت مع حوش صغير عرفت، ويقولون جاه مرسول من الروم أو من الفرس من 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 الإمبراطورية، من الإمبراطورية، وجاه في بيته وحصل يسهر يسهر الجدار. فذكرني علي بعمر بن عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، يقرؤون عن سيرته رضي الله عنه ويستمتعون. رضي الله عنا جميعا ان شاء الله. قول امين. استر ما واجهته ان كان من خطا الشيطان، ما واجهنا للطيب، وان كان من خير ومن طيب فمن الله سبحانه وتعالى. ثم منكم بيض الله وجهكم وتموا على غداكم. بيض الله وجهك ابو عباس. ارحبوا يا رجال بأذن الله أكبر الله